لو رجعنا تاني لحالة كابتن أحمد رفعت الله يرحمه، هو كان اتعرض الأول لأن هو وقع في الملعب في ماتش وتحول وراح مستشفى. للمستشفى، بس هو رفعت قعد فترة في غيبوبة ورجع تاني. تمام. ايه اللي حصل في الحالة دي؟ طيب خلينا بس نتفق على حاجه الحقيقه، وحاجه لازم نشكر فيها الناس اللي اتعاملت مع حاله كابتن احمد رفعت الله يرحمه. ان هم في الفتره الاولانيه اول ما وقع في الملعب خدوه على طول عربيه الاسعاف وبداوا يعملوا انعاش قلب. الناس كلها بتتكلم يا جماعه ده اتعمل له انعاش قلب لمده ساعه ونص. هو في حد بيتعمل له انعاش قلب ساعه ونص؟ وفي حد بيعيش بعد ما يتعمل له انعاش قلب ساعه ونص؟ الحقيقه ده مجهود انا اشكر عليه الدكاتره اللي عملوا كده. ليه بقى؟ لان انت كان ممكن تعمل له انعاش ويرجع، وبنشوف حالات بترجع بس يبقى مخه راح. ليه؟ لان المخ اتقطع عنه الاكسجين لفتره، تمام؟ والمخ لو اتقطع عنه الاكسجين لمده 5 دقائق العيان بيخرج بمشاكل كتيره جدا ليها علاقه بالتركيز وليها علاقه بالوعي وليها علاقه بالادراك وحاجات كتير قوي. انما هم نجحوا في ان هم يفضلوا عاملين الانعاش الرئوي ده او الانعاش القلبي اللي اتعمل لغايه ما حافظوا على ان هو يرجع صخ سليم، يرجع الحمد لله وعيه كويس تركيزه كويس. بس فدي الخطوه الاولانيه، دي حاجه كويسه. هو دايما التساؤل يا جماعه في حد بيشتغل على عيان ساعه ونص؟ الحقيقه انا شفتها وانا صغير. يعني انا لسه بحكي لهم وانا في الرعايه زمان، انا فضل زميلي شغال وانا من كتر يعني خلاص نص ساعه انت بتعمل ايه؟ وسبته ومشيت. خلاص مش انت استلمت الشيفت وشغال على العيان، خلاص السلام عليكم. جه الشيفت بتاعي فبقول له ايه اخبار العيانه اللي كنت شغال فيها وعمال تحرت؟ باللفظ كده. قال لي هي قدامك حياه ترزق. حضرتك متخيله؟ فهو الحقيقه عدم ياس الدكتور دي حاجه انا يعني ارفع له القبعه. ان هو فضل يقاوح ويحارب لغايه ما رجع الراجل الحمد لله، او يعني عاد الى الحياه مره ثانيه. بس فدي حاجه يشكروا عليها. طيب ايه اللي حصل تاني؟ يعني رفعت فعلا رجع تاني للحياه مره تانيه وكان ماشي، يعني كانت حياته كانت ماشيه بشكل طبيعي. ايه اللي ممكن يكون حصل تاني؟ بص حضرتك، هو يعني خلينا بس الجزء ده نقلا عن دكتور احمد اشرف عيسى اللي هو الطبيب المعالج او كان من الفريق الطبي المشرف على علاج احمد رفعت في وادي النيل. تمام؟ هو الراجل ببساطه قال الراجل جن، كان عنده جلطه في القلب. كويس، كان في شريان، في مشكله، وطبعا يعني بجد امكانيات هناك فوق الوصف، بدليل ان هم راحوا جابوا خبير ايطالي عشان يفتح له الشريان. تمام؟ ويعني انا دايما بقول لهم الحته دي شويه يعني يا جماعه، هو احنا عندنا دكاتره ما شاء الله موهوبين بدون مبالغه وقادرين ان هم يعملوا العمليه دي بس هم عملوا ايه؟ ريحوا دماغهم. جابوا احسن حد ممكن يعمل العمليه دي في العالم يعملها لهم. يبقى ده جزء لازم نشكر عليه التصرف اللي تم. هو بيبقى نوع من انواع انه الناس مش عايزه تقصر، يعني النهايه عدم التقصير وعدم الاحساس اللي هو ايه احنا عملنا احسن حاجه. تمام؟ ده الجزء الاولاني. وعشان ما نتحطش في قيل وقال ودكتور مصري عمل دكتور مصري سوى، لحضرتك احنا جبنا احسن حد باعتراف العالم كله ان هو يعمل له العمليه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان هو خرج من المستشفى بالسلامه والدنيا بدات تتعافى، وكلام دكتور احمد اشرف ان هو اخر ايكو عمله كان كفاءه القلب 50%. ده معناه ان احنا بنتعافى تماما. والحقيقه لما سمعت حوار الدكتور احمد برضو كان بيقول ان هو معاه جهاز تتبع صح لضربات قلبه، وجهاز تتبع ليه هو، ومتوصل بموبايل دكتور احمد على طول. حضرتك متخيله يعني هم اداروا الحاله ازاي؟ بس فلما يجي في الاخر ان لا قدر الله تحصل الوفاه او هل ده ما بيحصلش؟ لا بيحصل. بيحصل. واحنا مثبت عندنا علميا ان احنا الناس اللي حصلت لها جلطه في القلب ممكن تحصل له جلطه ثانيه بنسبه 1-3% في خلال سنه. ده وارد جدا. يعني هو كان ده وارد في الحسبان انه ده كان وارد. ده وارد بدليل ان هم كانوا متابعينه طول الوقت. بس فدي حاجه لازم كلنا نبقى عارفينها. ربنا يرحمه يا رب. يا رب. برضه امبارح شفنا حاله شذا. شذا لعيبه طنط قلبها عندها 15 سنة، قلبها توقف 3 مرات. تمام. ما بين استيقاظ وتوقف استيقاظ، إيه اللي حصل في حالة شذا بالظبط؟ هل سيارة عربية الإسعاف اتأخرت عليها ولا إيه اللي حصل معاها؟ ما هو دي إحنا ما كناش معاهم برضو، يعني أنا ما أقدرش كدكتور أجزم إن لا أصل هي قلبها توقف مرة، أصل اتنين، أصل تلاتة، أصل الفريق الطبي عمل. الحقيقة طالما أنت مش موجود في الحدث ما تقدرش تحكم على حد.
هو اللي انا فاهماه ان اولا عربيه الاسعاف اتاخرت عليها، ثانيا دي عندها يعني انا مثلا احمد رفعت انا يعني متفهمه ان هو في البدايه طبعا حاله حزن وان هو طب انا كان زعلان، هقول لحضرتك على لكن احنا 15 بنتكلم سنه في ما افتكرش 15 ان هي سنه. زعلانه. بالعكس ال 15 سنه ده عنده يعني في حاجتين كبار ممكن يكونوا موجودين. اولا لو عنده تضخم قلبي وراسي، انا طبعا لازم اقول ان انا ما اعرفش حاله شذا، ولكن خلينا ندور على الاسباب بشكل عام. لو عنده تضخم قلبي وراسي لا سن يعني القلب يتوقف في القصه دي وبيحصل. طيب لو عنده مشكله في الحاجه بنسميها ايه، احنا قلبنا بيشتغل بالكهرباء، في بطاريه بتخرج كهرباء، الكهرباء دي هي اللي بتدور القلب. طيب احنا خلايا القلب بتشتغل بحاجه اسمها البوابات الايونيه، صوديوم وبوتاسيوم خارج و في ناس عندها مشكله في القصه دي، وللاسف المشكله دي ما بنقدرش نعرفها بالفحوصات العاديه، للاسف الشديد ما بنقدرش نعرفها بالفحوصات العاديه، دي بتحتاج الفحص الجيني بس، والفحص الجيني ده حاجه غاليه جدا وما بتتعملش، وقد يكون ده سبب الوفاه او سبب توقف عضله القلب. فللاسف احنا عندنا اسباب كامنه كتيره جدا لما نيجي ندور في القصه دي. يعني احنا بالنسبه لنا كدكاتره موضوع ان هي عندها 15 سنه ده لا ما يبهرناش، اللي هو هي 15 سنه ازاي تتوفى؟ لا حضرتك ده ممكن يحصل فعليا، بدليل ان حتى لما حطوا الارشادات العالميه مثلا لتضخم عضله القلب حاطينها باللفظ كده فوق 16 سنه وتحت 16 سنه. فوق 16 سنه وتحت 16 سنه. يعني اذا لا ده في ناس اصغر من 16 سنه ممكن يبقى عنده المشكله وممكن يحتاج علاج بشكل معين، موجود. بس هي الفكره كلها فحوصاتها الاوليه كانت عامله ازاي؟ طبعا ما حدش عارفها. بس فعشان كده ما نقدرش نحكم على إيه اللي حصل على حالتها لحد دلوقتي. ربنا يرحمها ايضا ان شاء الله. يا رب.